تجيب الهنا والشفا. اي اوامر ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بقى. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه، وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يما. عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قعده زي انت دي. بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاعي ليه وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما ده اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني. محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ أه؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. وقفين. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا، الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك. خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش عرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شافهم ركنوا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير قوي النهاردة يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي، أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى اهدى. أنا
هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل وهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده ما انت اللي غبي؟ صينيه في الشارع مقفول يا غبي؟ ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا النسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك هتهشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره. الكيوريوزيتي هتقتلني. لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نالي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده هتترعش قطع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسى نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. فعشان بليز لو سمحت كفايه ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف. ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده. مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيشي بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه. البسيها البسي. طيب بص يا سيف انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص. انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش. لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني. انا بحضر على طول. ما طب افكرك انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني لان انا مش هسلف استيكه لحد لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما عضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها. ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي. انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير. اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم. بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول كليه الهندسه عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني. ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه. ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. واتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده. عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني بس ما قلتلوش اسمك. لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه. وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه ومعايا ليكي حته برايه بمرايه انما ايه جميله. ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟
لا ما فيش ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه سيب يا حبيبي سيب. بيقول لك باي باي. عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت لو اوصلك يعني. مالها الحاله في انا كويسه انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش مش هزعقلك تاني. ديني ولا ديني ديني ولا